في هذه المكتبة الباريسية تتصدر رواية الرئيس الفرنسي السابق فاليري جيسكاردستان أولى المراتب في المبيعات. يحمل الكتاب عنوان الأميرة والرئيس، قصة حب رائعة، ويتحدث عن علاقة غرامية محتملة بين رئيس وأميرة. الكتاب المدعوم إعلامياً يلقى إقبالاً هائلاً. بعنا عشرات النسخ من الكتاب في اليوم الأول، ما يعتبر إقلاعاً جيداً. الكتاب يلقى اهتماماً واسعاً، والصحافة ربطت بين الوقائع الخيالية للرواية وعلاقة غرامية محتملة بين الأميرة ديانا والرئيس الفرنسي السابق. الآراء تضاربت حول هذا الموضوع. ذوقها في الرجال أفضل من ذلك بكثير، لن تختار شخصاً يكبرها بأربعين عاماً. ذلك وارد، أظن أنها كانت قادرة على فعل ذلك. أستبعد جدا هذه القصة لأنها كانت تختار الناس جيدا، وبالطبع لن تختار جيسكاردستان. عندما أفكر بفارق السن أتفاجأ، إذ أن ديستان ليس في سن صغير أبدا. انتظر الرئيس السابق ليومين قبل أن يضع حدا للإشاعات ويعلن أن قصة الحب في كتابه خيالية. وأكثر من ذلك، قال إنها كانت فكرة اقترحتها عليه الأميرة ديانا خلال معرفته بها، وهو كتب هذه الرواية من أجل تكريم ذكرى الأميرة الراحلة.